يبقى احنا اتفقنا ان احنا دراستنا في ال6 سنين دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن انه انا هاخد النورمال بتاع الهيومن بودي، وبعدين هاخد ايه هي الابنورماليتيز، وكل ابنورماليتي يعني كل حاجه مش طبيعيه انا ازاي هشخصها، وايه الطريقه اللي انا هعالجها بيها. هو ده الايه ال6 سنين اللي احنا هندرسهم في كليه الطب. المواد اللي هي بتدرس في بالذات في الفصل الاول في سنه اولى، هنبقى هنلاقي المعلومات بتاعتها معظمها عندنا، ولكن كنا بندرسها بالعربي دلوقتي هنقلبها انجلش. لا يعني مثلا لو انا جيت سالتكم وعايزه حد يجاوبني، بس لما ايه لما نعمل ريز هند زي ما احنا اتفقنا، ايه هي الوحده الاساسيه اللي هي البيزك ستراكشرال يونت للهيومن بودي؟ ايه الوحده الاساسيه اللي بيتكون منها جسم الانسان؟ مين بقى هيقول لي؟ سل طيب انت سل جاوبت سل ولا انت خلي جاوبت خليني يا خلي. احمد من غير ما سل من غير ما انا اقول لك؟ بس ايه، بس احنا اتفقنا، وخلينا بقى ايه نلتزم باتفاقنا. لما اسال سؤال انا هختار مين يتكلم، علشان احنا مش عايزين شوشره في المحاضره، علشان لو حد حب يرجع للريكورد ما يجيش هيصه كده وخلاص. اتفقنا؟ يبقى ايه احمد قال لنا ايه ان البيزك ستراكشرال يونت او الوحده الاساسيه اللي بيتكون منها جسم الانسان هي السيل. يعني ايه السيل بقى؟ هي الخليه. اللي احنا هنقوله بقى دلوقتي ان احنا عايزين ناخد الخلية دي نوصلها ان هي تكون جسم الانسان. احنا عارفين انه لما اجي اجيب مجموعة من الخلايا كلها متشابهة في الوظيفة والتركيب، ده يعمل لي ايه؟ السيل الواحدة. لما اجيب سيلز كتير متشابهة ليها في الوظيفة والتركيب، هتعمل لي ايه؟ تعمل لي حاجة كنا في العربي بنسميها نسيج. هنسميها عندنا ايه بقى في كلية الطب؟ تيشو. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في الـ levels of organization. انا ازاي هنظم جسم الانسان ده؟ انا عارف ان الحاجة الاساسية اللي بيتكون منها هي السيل. طيب لما اجيب السيلز دي، ما اجيب مجموعة من الـ specialized cells، مجموعة من الخلايا المتخصصة ليها تركيب معين وليها وظيفة معينة، لما يتجمعوا مع بعض كده مجموعة من السيلز هنسميها ايه؟ هنسميها نسيج، او هنقول عليه بالطب عندنا تيشو. طب لما اجيب مجموعة من التيشوز المختلفة كده واركبهم مع بعض، يقوموا يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي اورجان، يعملوا لي عضو من اعضاء الايه؟ من اعضاء الجسم. طب لما اجيب اورجان مع اورجان مع اورجان، بينهم مش لازم يكون بينهم تشابه في التركيب او تطابق في التركيب في الاستراكشر، ولكن كلهم بيأدوا مع بعض وظيفة واحدة. يعني لما اجيب سيلز اعمل بيها مثلا التشو بتاع المريء اللي هو الاسوفيجس، واجيب سيلز تعمل التشو بتاع الاستومك اللي هي المعدة، واجيب سيلز تعمل التشو بتاع البنكرياس اللي هو البنكرياس، في النهاية هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي سيستم هنسميه ايه؟ الجهاز الهضمي، اللي احنا هنسميه في كلية الطب الدايجستيف سيستم. طيب سيستم مع سيستم مع سيستم، انا كده وصلت ان انا ركبت الهيومن بودي. يبقى احنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا نعرف ايه هي الليفلز اوف اورجانيزيشن. البيزك ستراكشرال يونت هي الايه؟ السيل. سيل مع سيل مع سيل متشابهين في التركيب والوظيفه يعملوا لي تيشو اللي هو النسيج. طيب تيشو مع تيشو مع تيشو يعملوا لي اورجان عضو. طب اركب العضو ده عضو وعضو وعضو، اورجان اورجان اورجان، هم مع بعض بيتكاملوا عشان يؤدوا لي وظيفه معينه. يعني نلاقي المعده مع المريء مع الامعاء الدقيقه اللي هي السمول انتستن، مع الليفر اللي هو الكبد، مع البنكرياس، يقوموا يعملوا لي كلهم ايه؟ الجهاز الهضمي اللي هو مسؤول عن هضم واخراج الايه؟ الفضلات، عن الهضم واخراج الفضلات. فده ايه؟ ده الاورجانيزيشن اوف هيومن بودي. انا خدته من سيل لتيشو لاورجان لسيستم لايه؟ كملت في الاخر الايه؟ الاورجانيزم. زي ما احنا شايفين كده، ادي شكل الايه؟ ادي شكل السيل، زي ما احنا كده بناخدها في السيل بيولوجي وناخدها في الهيستولوجي. سيل مع سيل مع سيل تعمل لي ديفرنت تيشوز بقى. يعني الخليه اللي هي بتاعت العظم، خلية مع خلية مع خلية، تقوم تعمل لي النسيج العظمي البون تيشو. طيب بعدين مثلا ايه الخلية بتاعت ايه؟ بتاعت الخلية اللي هي في الجهاز الهضمي مثلا، يبقى خلية مع خلية مع خلية تعمل لي تيشو في الجهاز الهضمي، وبعدين تيشو مع تيشو مع تيشو يقوم يعمل لي اورجان. شايفين ده ايه؟ ده الكبد. اسمه ايه عندنا بقى في الطب؟ اسمه الليفر. طب دي ايه دي؟ ده دي المعدة. اسمها ايه عندنا في الطب؟ اسمها ستومك. طيب اجيب بقى اجمع الاعضاء دي كلها عشان في الاخر يديني السيستم، الجهاز ده اللي احنا هنسميه ايه بقى مع بعض؟ هنسميه الدايجستيف سيستم، او الجهاز الايه؟ او الجهاز الهضمي. طيب هنبدا ناخد بقى كل خطوه
من الاورجنايزيشن ده، يعني نبدا نتكلم عن السيل، هي ايه السيل دي وايه المكونات اللي جوه السيل، طيب وبعدين التشو هي ايه انواع التشوز، طب والاورجنز ايه هي الاورجنز دي، طب وايه السيستمز اللي موجوده عندنا في الايه عندنا في البطن. نبدا ناخد بقى ليفل ليفل كده من الاورجنايز من الليفلز اوف اورجنايزيشن دي ونشوف السيل. كلنا عارفين انه احنا اخذنا في التوجيهي وما قبله يعني انه السيل اللي هي الخليه دي ليها ايه جوه، بنسميها عضيات او بنسميها في الطب عندنا ايه اورجانيلز، مش هي احنا هنعتبر انه السيل دي عباره عن هي زي ما يكون جسم لوحدها كده، فالجسم السيل دي صغنونه قوي، فاللي جوه كده اللي جوه ما سميهاش بقى اللي جوه السيل ما سميهاش اورجانز اعضاء الخليه، سميها اورجانيلز. الايلز اللي في الاخر دي علشان ايه تصغير، يبقى هي عندي كلمة أورجان اهي زي ما احنا متفقين، والإيلز اللي في الآخر دي يبقى إيه هو الخلية جواها أعضاء كده بس أعضاء صغنونة قوي، فنقوم نسميها أورجانيلز. يبقى السيل أورجانيلز دي معناها إيه؟ معناها العضيات الصغيرة أو الأعضاء الصغنونة قوي اللي موجودة جوه الخلية. طب وإحنا جوه الخلية عارفين إيه؟ مين يقول لي إيه هي الأورجانيلز اللي موجودة جوه السيل؟ يلا مين هيقول لي؟ قولهم لي واحد اتنين تلاتة كده، مثلا مين رفع ايده؟ احمد، لا مش احمد، مين هيقول لي الاورجانيلز؟ مع محمد الخطباء، قول لي يا محمد ايه هي الاورجانيلز اللي انت تعرفها اللي موجوده جوه السل؟ دكتورة موجود ميتوكوندريا ورايبوزوم موجود وايه تاني؟ وممكن جولجي اللي هو جهاز جولجي ممتاز بس مش بعرف، وفي كمان عضيات اخرى كده. ممتاز يا احمد. طب احنا بقى هنترجم الكلمتين اللي قالهم لنا محمد الى انجليش، هنقول ايه؟ احنا اتفقنا انه السيل دي عباره عن ايه، عباره عن زي بالظبط زيها زي جسم الانسان يعني، بس مصغره، هي دي الوحده المصغره لجسم الانسان. جسم الانسان محتاج برين يتحكم فيه، يقول له اعمل ده وما تعملش ده، ويدي له اوردر، يا كليه فريزي هرمون، يا بلاد مش عارف شيل الاكسجين وهكذا. مين البرين بتاع السيل؟ مين المخ بتاع السيل؟ في حاجه كده في النص كده في الخليه اسمها ايه؟ اسمها النواه. النواه بقى دي اسمها ايه عندنا في الطب؟ اسمها نيوكليوس. يبقى انا عندي دلوقتي احنا دخلنا مش عايزه حد يتكلم معايا، دخلنا جوه السيل علشان نشوف هي السيل دي جواها ايه، نلاقي السيل دي جواها في نواه اهي اللي بتبقى موجوده. ايه النواه دي بقى وظيفتها ايه؟ النواه دي هي دي البرين بتاع الايه بتاع السيل، اللي هي هيبقى فيها الماده الوراثيه اللي فيها كل الاوردرات اللي هي هتكون مطلوبه من السيل دي تعملها. يبقى الفانكشن للنيوكليوس اللي هي النواه دي هتعمل ايه؟ هيبقى فيها الدي ان ايه، كلنا طبعا عارفين يعني ايه دي ان ايه، ده اللي فيه الجينيتك ماتيريالز الماده الوراثيه اللي هي هتبقى مسؤوله عن انها تدي اوردر لبقيه الايه لبقيه الاورجانيلز اللي موجوده جوه الايه جوه السيل. طيب السيل دي عايزه طاقه، طالما انها كائن حي السيل ولا هي ميته؟ لا، طالما كائن حي يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه انرجي، محتاجه باور. الباور ده مين اللي بيكونه جوه السيل؟ الميتوكوندريا. يبقى الميتوكوندريا دي هي السيل باور، هي دي المسؤوله انها تكون الطاقه. واحنا عارفين انه الكرنسي او العمله اللي بيتعامل بيها الجسم في امور الطاقه دي هي الاي تي بي. الاي تي بي يبقى الميتوكوندريا دي هي المسؤوله عن ان هي تعمل برودكشن للاي تي بي. احنا كل الاكل اللي احنا بناكله ده علشان ايه؟ علشان نعرف نشتغل ونتحرك ونعمل الاكتيفيتيز المطلوبه مننا. طيب انا دلوقتي العمله اللي بيتعامل بيها الطاقه، انا باكل الاكل باخد في الاخر بخزنه في صوره اي تي بي، علشان لما ابقى جعان اخد الاي تي بي دي واصرفها تديني طاقه، عشان لما بكون بلعب كوره وبعمل ماسكولار اكسرسايز اخد الاي تي بي دي هي اللي تشغلني وتحركني. طيب في منتجات المفروض ان هي بتكون مطلوب انه السيل دي تكونها، السيل دي مثلا مسؤوله عن تكوين هرمون معين، انزيم معين. مين مسؤول عن تكوين البروتينات جوه السيلز؟ هو الايه؟ الريبوزومز. طب الريبوزومز دي ساكنه فين؟ قاعده على ايه؟ على حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولم، احنا كنا زمان بنسميها الشبكه الاندوبلازميه، وبما ان كلمه شبكه بالانجليش اسمها ريتيكولم، يبقى احنا هنا بقى لما نيجي كليه الطب هنقول ايه؟ هنقول ان هي اسمها اندوبلازميك ريتيكولم، يعني الشبكه الاندوبلازميه. طب الريبوزومز والاندوبلازميك ريتيكولم دي وظيفتها ايه؟ دي بتعمل سينسز للبروتينز، انتاج وافراز للبروتينز المطلوبه من الايه؟ من الخليه. طيب احنا المفروض يعني السيلز
مطلوب منها انها تكون بروتين معين او هرمون معين، هل الهرمون ده هيشتغل على السل ولا ليه سايت اوف اكشن هيروح يشتغل عنده؟ يبقى اذا قال لازم يكون عندي ميناء او بورت يطلع من خلاله او اورجانيل موجود جوه السل مسؤول عن تصدير منتجات الايه، منتجات الخليه دي. مين هذا الميناء بقى او المصدر لمنتجات الخليه؟ هو مين؟ هو جهاز الجولجي. طيب بما ان كلمه جهاز بالانجليش اسمها اباريتس، يبقى اذا احنا في الطب هنسمي جهاز الجولجي اللي كنا بنقول عليه زمان في التوجيهي هنسميه جولجي اباريتس. طيب الخليه زي اي مصنع ما عماله تصنع بروتين وهرمونز وانزيمز، في ويست برودكتس، في مخلفات بتطلع في الخليه. مين هيكون مسؤول عن انه يخلص الخليه او السل من الويست برودكتس دي؟ الايه؟ اللايسوسومز. يبقى دي الميجور اورجانيلز اللي موجوده جوه السل، النيوكليوس او البرين بتاع السل وهو النواه، المصنع اللي بيصنع الطاقه والميتوكوندريا، مصنع البروتينز هي الريبوزومز اللي هي بتبقى موجوده على الشبكه الاندوبلازميه او الاندوبلازميك ريتيكولوم، المينا او البورت اللي هو موجود جوه الخليه عشان يعمل اكسبورت، يصدر منتجات الخليه عشان تخرج بره السل وتشتغل في السايت اوف اكشن بتاعها، وهو الجولجي اباريتس، والمكنسه بتاعه الايه، المكنسه بتاعه السل اللي هي بتنظف الخليه من الويست برودكتس اللي هي اللايسوسومز. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى اي حاجه في اللي احنا بنقوله، في اي حاجه في الكلام اللي احنا بنقوله، احنا كل الحكايه هو معانا معلومات قديمه بس بنترجمها للانجليش وبعدين ايه هنزود عليها يعني سيكه صغنونه كده. دكتور عندي سؤال. بدي اسال بس دكتور بسال. اسال يلا ما فيش وقت، ما تسالش وتقعد. هسه لازم نحفظ نحن كل البارتس من السل ولا لا؟ في الاخر نعرف اماكنهم. خلاص انا وصلتني نقطه، في اخر كل محاضره انا بتكلم عن احنا مش جايين الطب ندرس بس من اجل العلم، احنا عندنا ايفالويشن، عندنا تقييم وعباره عن الامتحان. في اخر كل محاضره بتكلم معاكم انه الاسئله اللي تيجي في المحاضره ازاي، دي حاجه. تاني حاجه، انا كل تقريبا يعني اسبوع كل بعد محاضره ليا بعمل لكم كويز بنزله لكم على التيمز، بديكم مثلا ربع ساعه واشوف اول 50 او اول 15 اول 10 هيبعتوا لي الاجابه، اول 15 او 20 بيبعتوا لي الاجابه صح، دول بيتعمل بيهم قائمه يعني زي لوحه الشرف كده وبيتحطوا في الجروب طول الايه طول الاسبوع. بلس انه ان شاء الله علشان انتوا هيبقى لي اول كونتاكت ليكم في الامتحانات مع كليه الطب، فقبل الامتحان اللي هو الميد اللي عليه اللي احنا نمتحنه ده بيتعمل للدفعه كلها امتحان تجريبي، بنروح وانا بتحمل انا مسؤوليه الامتحان ده وبامتحنكم في ماده الميديكال ترمينولوجي، يعني كانه صوره مصغره من الامتحان عشان تروح تعرف ازاي هتفتح الحاسوب وتدخل على السيرفر اللي هتمتحن عليه، ازاي تفتح الامتحان، والكلام ده كله هنتعلمه ان شاء الله يمكن على الاسبوع السادس او السابع كده من الكالندر يعني. طيب نكمل دكتوره. في عندي سؤال، انت في السلايد اللي فات كنت تحكي انه الريبوزومز اتاتش تو ذا اندوبلازميك ريتيكولوم، بس هذا مو صح، هو حسب الاندوبلازميك اذا كان رف ولا سموث، يعني السموث ما بيعمل. اذا وجد يا بابا اسمع يا حبيبي، اذا وجدت الريبوزومز على الاندوبلازميك ريتيكولوم فبيبقى اسمه رف اندوبلازميك ريتيكولوم. الاندوبلازميك ريتيكولوم اللي مش عليها ريبوزومز بنسميها سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. ايوه بس انا كنت متلخبط عشان انت قلتي بس اندوبلازميك من دون ما تحدد اذا كان. احنا قلنا احنا ليه بنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولوم؟ علشان الرفنس دي جايه منين؟ جايه من وجود الريبوزومز عليها صح؟ صح دكتوره صح. طيب نيجي بقى دكتورة. بعد كده نقول ايه طيب احنا دلوقتي هل الخلايا اللي احنا بنتولد بيها هي دي اللي بنسلمها كده الجثه لما نيجي ندفن كده، ربنا يدينا ويديكم العمر ان شاء الله، هل هي دي نفس السيلز اللي احنا بنستلمها ساعة الولادة وما بيحصلش فيها اي وير اند تير؟ ما بيحصلش ان حد فينا بيتغير مثلا؟ انا بسأل سؤال مش عايزة اجابته، يعني بسأل سؤال عشان اشرح فمش عايزة حد يجاوب عليا. لما بطلب اجابة انا بقول لكم حد يجاوبني. طيب نيجي نقول ايه بقى، احنا دلوقتي السيلز اللي احنا بنتولد بيها دي بيحصل فيها وير اند تير، سيل بتأيج بتختير وبتتجدد، وكمان بيحصل لنا وونز في حياتنا، بندخل نعمل عمليه جراحيه فبنقطع الانسجه فاحنا عايزين نبني تشو جديد. فالكلام ده بيحصل ازاي بقى؟ عن طريق السيل ديفيجن اند ريبرودكشن. سيل ديفيجن يعني انقسام الخلايا،
وانتوا بقى النقطه دي تشرحوها انتوا احسن مني، لانه ايه، انا مثلا ابني السنه اللي فاتت كان في صف تامن، كنت بشرح له السلايد دي بالظبط بالظبط كده زي ما انا هقولها لكم، بس كل الحكايه ان احنا هنغير المسميات العربيه نخليها انجلش. سيل ديفيجن معناها انقسام الخلايا، ريبرودكشن معناها تكاثر. يبقى إن انا بعمل ليه سيل ديفيجن وريبرودكشن للسيل؟ علشان انا اول حاجه ان انا عندي في هيلينج، يعني في التئام لجروح، انا مطلوب مني ان انا اعمل سيلز جديده. تاني حاجة إن السيلز أصلاً بيحصل لها وير اند تير، يعني السيل بتقدم وبتختير وبتستهلك وبيتصنع إيه، أو بن أو بن 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 يعني بنستحدث سيلز جديدة. أسأل سؤال وعايز حد يجاوبني عليه ومحدش يجاوب إلا اللي أنا هنادي على اسمه، هي إيه أنواع السيلز اللي موجودة في الهيومن بودي؟ إيه أنواع السيلز اللي موجودة في الهيومن بودي؟ صور محمد خضر، قولي لي يا سوار، هي ايه انواع السيلز اللي انت تعرفيها الموجوده في الهيومن بودي؟ طيب لينا يعني دكتوره، قولي يا سوار. دكتوره يعني الجسم بيحتوي على يعني عدد كبير من الخلايا، وكل خلايا لها عمل معين، يعني كل عضو في الجسم. ما تحكيليش حكايه قبل النوم دي يا سوار، انا عايزه دكتوره يعني انواع. بصوا ديفرنت يعني مش عارف الاسم المعين، لكنها هي ديفرنت. سوار بس هو. كلمي اسكتي انت. دايما علشان نكون شطار في الحياه عموما وفي كليه الطب تحديدا، لازم نكون السؤال، يعني انا لما اقول ايه هي انواع، يبقى معنى كده ان انا اقول انيوميريشن 1 2 3 اللي هو يعني موضوع التعبير بتاع العربي ده. لا، احنا كليه علميه، يبقى لما اقول ايه هي انواع الخلايا، يبقى انا عايز اقول 1 2 3. مثلا هناخد بيان القاضي، قولي لي يا بيان ايه انواع السيلز اللي انت تعرفيها. يلا انا عايزه سرعه. عمر فطاير، لا مش عندي عمر دي ولا ايه، سجا عمر. الناس دي مش حاضره ولا ايه؟ اللي ما بيردوش عليا دول فاتحين ونايمين ولا بتعملوا ايه؟ دكتور سالتيني انا لينا. دكتور انا اسمي سجا مرابحه. لا انا هيني انتي، انا خلاص انا خلاص مش مشكلتنا طيب. دي مش مشكلتنا دلوقتي خلاص. بيان القاضي، طيب مفيش حد، البنات ما مش 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 فاكرين، نشوف بقى حد من الولاد. بيني كده الدفعه، بيني دفعه السنافر دي، الولاد هيبقى امير القصوص. اجاوب انا دكتوره؟ طيب جاوب بنتي بقى طالما ما فيش حد بيجاوب. عندنا خلية عصبية، عندنا خلية عضلية، عندنا خلية كل اللي انت بتقوليه ده يا رنيم كله يندرج تحت حاجة اسمها سوماتيك سيلز. انا عندي تو برانشز، نوعين، مش عايزة حد يتكلم. عندي نوعين. اجابه دكتورة، مش عايزة حد يتكلم خلاص. عندي نوعين. بس خلينا دكتور خلينا نجاوب. لا ما خلاص انا اديتكم، مش هنقعد احنا في النقطه دي المحاضره كلها، المحاضره طويله وخلاص. انا بديكم وقت، ما فيش حد بيديني الاجابه اللي انا عايزاها، خلاص بكمل انا. بس انا عارف. طيب قول يا سيدي. طيب. يلا اتفضل. يوكاريوت ويوكارياتنس. انت جبت كحلها عميتها خالص، صحيح ولا لا؟ لا غلط. طب دكتور عادي انا اجاوبها. خلاص انتهى خلاص، احنا المحاضره طويله فما فيش وقت ان احنا نقعد نسمع كل حد، بالذات ان انتوا لحد دلوقتي ما نشنتوش على التارجت. احنا عندنا في جسم الانسان في نوعين مختلفين من الخلايا، كل اللي انتوا قلتوه، الخليه العظميه والخليه بتاعه القلب والخليه بتاعه العضلات والكلام ده، يندرج كله تحت اسم سوماتيك سيلز، الخلايا الجسديه. طب ايه النوع الثاني؟ اسمه الخلايا الجنسيه. ايه الفرق بينهم بقى؟ ايه الفرق اللي بين السوماتيك سيلز والجاميتس؟ الفرق الكبير الواضح اللي كلنا لازم نكون عارفينه. أجاوب دكتورة؟ الدكتورة أجاوب؟ أجاوب أنا؟ أول واحدة قالت يلا أجاوب؟ أنا يلا أي واحدة فيكم خلصوا؟ زوج الكروموسوم رقم 23. ممتاز يا بيان، ممتاز يا بيان. بيان بقى قالت لنا إيه؟ إنه عندي النوعين بتوع الخلايا، في عندي سوماتيك سيلز اللي هي بيندرج بقى تحتها كل اللي انتوا قلتوه، الخليه بتاعه العظم وخليه الدم وخليه العضلات وخليه الجلد والكلام ده، كل ده اسمه سوماتيك سيلز. الشيء المشترك بغض النظر عن اختلافهم في الاستراكشر، ولكن الشيء المشترك بينهم كلهم ان كل خليه بتحتوي على 46 كروموسوم. لكن النوع الثاني من خلايا الجسم
اللي هو ايه اللي هو الجوميتس اللي هي ايه الاوفا والسبرماتوزوا. دول ايه دول ايه دول ايه دول دول الشيء اللي بيختلف بقى عن السوماتيك سيلز انهم بيحتووا على ايه بيحتووا على 23 كروموسوم. طيب عايز اسال برضو واقول هي ايه الطريقه اللي بيتكاثر بيها الخلايا السوماتيك سيلز دي؟ كنا بنسميه الانقسام الايه؟ اجاوب الانقسام الايه؟ السوماتيك سيلز. السوماتيك سيلز بتنقسم خلاص السوماتيك سيلز احنا بنعمل ريكورد يعني نقعد نتكلم كلنا كده يبقى معنى كده الريكورد بيطلع بايظ ومحدش بيسمع. خلاص بسأل السؤال بنتهى الإجابة خلاص بنسكت ولا اقفل عليكم المايكات واعملكم بقى ايه كي جي 1 بجد. خلاص يا شباب يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه عندنا السوماتيك سيلز. السوماتيك سيلز دي الواي علشان يحصل لها ريبرودكشن وتتكاثر بايه كنا بنسميها في التوجيهي ان هي بيحصل لها ريبرودكشن سيل ديفيجن بالانقسام الايه الميتوزي او نسميها الانقسام المتساوي. ليه بقى؟ علشان ليه بنسميها المتساوي؟ علشان كانت لما بيحصل سيل ديفيجن الخليه الواحده اللي فيها 46 كروموسوم كانت تديني كام خليه؟ خليتين 46 تديني ايه؟ تديني 2 كل واحده فيهم بتحتوي على 46 كروموسوم. عشان كده كنا بنقول عليه انقسام متوازي اسمها ايه متساوي انقسام متساوي. يبقى ليه؟ لان الدوتر سيلز فيها نفس العدد من الكروموسومز اللي بتحتوي عليه المازر سيل. النوع ده من الانقسام اللي احنا كنا بنسميه بالعربي الانقسام المتساوي يبقى ايه هنسميه هنا بقى ايه ميتوزس. نسميه ايه ميتوزس. طيب النوع التاني من السيلز بقى اللي هو الجوميتس اللي هي الخلايا الجنسيه ديت كان بيحصل ليها ايه؟ لا ده هي الخليه الام فيها 46 كروموسوم. انا عايز لما تنقسم الانقسام المنصف اللي احنا هنسميه بالانجليش هنا مايوزس هتقوم تديني ايه التو دو هتديني 4 دوتر سيلز بس كل واحده فيهم فيها ايه فيها 23 كروموسوم. اذا انا عندي تو روتس او تو ويز للايه للسيل ديفيجن اند ريبرودكشن. السوماتيك سيلز تنقسم بالمايتوزس كل سيل كل مازر سيل تديني تو دوتر سيلز والجوميتس اللي هي الخلايا الجنسيه تنقسم بالمايوزس اللي هو الانقسام المنصف وتديني 4 daughter cells. طيب احنا بقى يعني اللي هنبقى عايزين نعرف عنه تفصيلة صغيرة كده هو الميتوزس اللي هو الانقسام الايه الانقسام المتساوي. الميتوزس اللي هو بتاع الصوماتيك سيلز ده بيمر باربع مراحل هم بالظبط بالظبط الاربع مراحل اللي احنا كنا بناخدهم في التوجيهي. اه انا مش عارف مش فاكرة معناهم بالعربي بس احنا هيكون مطلوب مننا الكلام ده بقى اللي هو الميتوزس وال اللي هو الفيزس او المراحل بتاعه الميتوزس هندرسها في السيل بيولوجي وهندرسها في الهيستولوجي. فاحنا هنا في الترمينولوجي انا عايزاكم بس تعرفوا اسمائهم بالترتيب فقط لا غير. الاول السيل بتدخل زي ما احنا نشوف هنا كده السيل بتدخل في فيز اللي هو بيسموه تقريبا الطور التمهيدي اللي هو اسمه ايه بروفيز. ثم بعد كده ايه تدخل في الطور الثاني اللي هو اسمه ايه ميتافيز. وبعدين الثالث انافيز والتيلوفيز. انا في الترمينولوجي انا مش بدرسك هيستولوجي ولا سيل بيولوجي يعني ما توجعوش دماغكم في ان انتوا دلوقتي تقعدوا تحفظوا كل فيز بيحصل فيه ايه. الكلام ده هتاخدوه وهتعيدوه وتزيدوه في ماده السيل بيولوجي وماده الايه الهيستولوجي. انا مطلوب بس مني هنا في الترمينولوجي ان انا اعرفك هو ايه الميتوزس وايه الميوزس ايه الريزلتس بتاعتهم ايه نوع الخلايا اللي بيحصل فيها الميتوزس والميوزس والفيزس بس بالترتيب. يعني عايز اعرف اسمائهم بالترتيب البروفيز ثم يلي الميتافيز ثم الانافيز والايه والتيلوفيز. خلاص كده يا شباب اتفقنا على النقطه دي. طيب نيجي بعد كده بقى احنا خلصنا مرحله السيل هي السيل دي ايه الاورجانيلز اللي جواها وايه الايه وايه ازاي بيحصل لها ريبرودكشن. طب نيجي ندخل بعد كده على الاكثر تعقيدا بقى هو النسيج او التشو. يبقى النسيج او التشو ده عباره عن ايه عباره عن تجميعه من السبيشاليزد سيلز المتشابهه في الفانكشن الستراكشر علشان هيعملوا لي نسيج معين. طيب ايه هي انواع التشوز اللي انا هعرفها في كليه الطب؟ عندي اول نوع وهو الابيثيليال تشو. ده بيبقى عباره عن ايه الابيثيليال تشو؟ يعني ابيثيليوم كلمه ابيثيليوم دي ما لهاش ترجمه بالعربي يعني لما نروح نترجمها في القاموس نلاقيها كلامها بالعربي مش مفهوم اكتر من الانجليزي اللي مش مفهوم. فاحنا هنعرفها اسمها نسيج الايه الابيثيليال تشو. طب هو ايه هو الابيثيليال تشو ده؟ ده بيبقى عباره عن شيت من السيلز كده سيلولار شيت. عارفين يعني ايه شيت؟ يعني زي ايه شيت زي يعني
أفشيد بالعربي يعني ورقة غلاف 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 التشوز الابيسيلي خلاص خلاص الابيسيليال تيشو ده موجود فين عشان نفهم احنا يعني ايه سيلولار شيت. هلاقي دايما الابيسيليال تيشو ده موجود فين؟ موجود بيبطن بيعمل بطانه او لايننج للايه للاورجانز. يعني مثلا ايه لو انا جيت خدت ارتري يعني ايه ارتري يعني شريان او فين يعني وريد. لو انا جيت خدت مثلا سمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه وجيت قطعتهم كده فجوه في تجويف اللي هو الليو من القناه اللي جوه دي الاقيها لايند باي ايه باي ابيسيليم في شيت كده في طبقه من السيلز كده بتبطنهم من جوه اسمها ايه بقى. طالما من جوه يبقى كلمه من جوه دي معناها اندو. يبقى لما اقول اندوثيليم معناها ده نوع الابيسيليم اللي بيعمل لايننج للاورجانز من جوه. يبقى انا عندي الابيسيليال تيشو ده يشمل ايه يشمل البطانة اللايننج اللي بيبطن الأورجانز من جوه نسميه إندوثيليوم. بس هل هو ده النوع الوحيد بس اللي موجود من الإبيثيليوم؟ لا، في بقى نوع تاني من الإبيثيليوم بس مش بيبطن الأورجان من جوه، لا ده بيغلفه من بره. يبقى ده إيه؟ ده كفر إكسترنال كفر كده للأورجان. ونلاقي إنه الكفر الخارجي ده ربنا عامله للأورجانز المهمة. يعني إيه؟ هنسميه ايه في الاول؟ ميزوثيليوم. يبقى انا عندي نوعين من الابيثيليال تيشو، يا اما يكون في غلاف في طبقه كده بتبطن الاورجانز من جوه نسميها طالما جوه يبقى اندو. اندو دي معناها داخل يبقى اسمها ايه؟ اندوثيليوم. او غلاف من بره يبقى اسمه ميزوثيليوم. طيب ايه الامثله بتاعه الميزوثيليوم دي؟ احنا عندنا عضو كده في الجهاز التنفسي اسمه ايه؟ اسمه اللنج اللي هي الرئتين. الرئتين دي عشان حاجة مهمة قوي فيقوم ربنا عمل لها غلاف خارجي كده يبقى اسمه ايه؟ اسمه البلورة. اسمه ايه؟ يبقى البلورة ده اللي هو مش عارفة بقى بيسموه ايه بالعربي. احنا هنبطل بقى نعرف بالعربي ونبقى عارفين ان البلورة ده هو ده الابيسيليوم اللي بيغلف الايه؟ اللي بيغلف اللنج. اللنج اللي هي الرئة. يبقى الغلاف غلاف اللي بره مغلف الرئة ده اسمه بلورة. طيب عندنا حاجة مهمة قوي اللي هي عضلة القلب الهارت بتاعنا ده مهم جدا. عشان كده برضو ربنا يعمل له ايه؟ يعمل له غلاف خارجي يغلف الهارت كده نسميه ايه بقى؟ نسميه البيريكارديوم. البيريكارديوم السمول انتستين. السمول انتستين دي حاجة مهمة فنلاقي السمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقة ربنا عمل لها غلاف خارجي مغلفها كده اسمها ايه؟ البريتونيوم. الاعضاء بتاعة البطن دي عشان حاجة مهمة فربنا عامل غلاف كده مغلف الاعضاء اللي موجوده في البطن كده اللي هي البطن اللي تحت دي اسمه ايه؟ اسمه بريتونيوم. يبقى انا عندي اول نوع من انواع الانسجه اسمه ابيثيليال تيشو ده عباره عن شيت يعني زي ورقه زي ما انتوا قلتوا غلاف بطانه. يبقى ده ايه؟ ده يا اما يكون جوه لايننج من جوه فنسميه اندوثيليوم او غلاف من بره فنسميه ميزوثيليوم. والامثله على الميزوثيليوم زي البلوره اللي بتغلف اللنج او الرئتين زي البيريكارديوم اللي بيغلف الهارت او القلب زي البريتونيوم اللي بيغلف الايه اللي بيغلف الايه الاورجانز اوف ابدومين اللي هي البطن. يعني انا عايزه انصحكم نصيحه بالذات في المرحله اللي انتوا فيها دي عشان تقللوا الوقت اللي انتوا بتاخدوه في دراسه المحاضره. المفروض انه انا المحاضره دي بعتها لكم اظن من يوم السبت او يعني تقريبا يعني بشكل عام في كل المحاضرات السلايدات بتاعه المحاضرات بتكون موجوده معاكم من قبل. يعني المفروض انه انت علشان تقلل الوقت اللي انت بتدرس فيه في المحاضرة تعمل ايه؟ اسحب السلايدات قبل ما تبدأ تحضر المحاضرة. يعني انا قبل ما وانت داخل محاضرة الترمينولوجي النهاردة الدكتورة هيبة يوم الخميس سلايدات بتاعتك تبقى في ايدك وقلمك معايا وانت بتكتب. انا دلوقتي بقول ايه؟ بقول بدل ما تقعد بقى انت بعد ما نخلص تقعد تدور في القاموس على الميزوثيليوم. طب يعني ايه باللورة؟ يعني ايه بريكارديوم؟ لا، يبقى انا قلمي في ايدي وبكتب ورا الدكتور او الدكتورة كده بحيث ان انا اقلل الوقت اللي انا هقعد فيه اجهز المحاضره للدراسه. لان انتوا اكشوالي المحاضره بتاخد منكم وقت طويل مش عشان الدراسه نفسها، مرحله البريبريشن دي التجهيز المحاضره هي دي اللي بتضيعوا فيها وقت طويل. لا لو انا جيت بقى اشوف طيب هي انواع الابيثيليوم دي حسب ايه؟ حسب شكل السيل بتاعه التيشو. لو الخلايا بتاعه لو السيل بتاعه الابيثيليال تيشو مفلطحه كده يعني مفروده كده زي دي فهنسميها ايه؟ هنسميها سكويموس. نوع الخليه ايه او نوع التيشو ايه الابيثيليوم هنسميه سكويموس ابيثيليوم. طيب
لو كانت شكلها الخلية بتاعت الإبيثيليوم دي شكلها زي المكعبات كده، كلمة مكعب معناها كيوبويد أو كيوب، يبقى إذا كان شكل الخلية بتاعت الإبيثيليوم دي شكلها عامل زي المكعبات كده هنسميه كيوبويد الإبيثيليوم. طيب ده إيه؟ ده عامل زي العمود، عمود يعني كولم. لو كان شكل السل بتاعت الإبيثيليوم شكل الكولم كده هنسميها كولمنر إبيثيليوم. طب إيه كلمة سيمبل 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 دي؟ سيمبل دي معناها إيه؟ معناها إن هي النسيج بيتكون من طبقة واحدة. كلمة طبقة بالإنجليش طبقة، يعني طبقة، طبقة دي بالإنجليش معناها layer. يعني إذا كان الإبيثيليوم تيشو ده بيتكون من one layer زي ما احنا شايفين كده نسميه سيمبل. طيب سيمبل سيمبل دي معناها انه طبقه واحده، طبقه واحده. شكل الخلايا ايه بقى؟ مفلطحه وفلات كده، تبقى شكل اسم التيشو ده هنسميه سيمبل سكويموس ابيثيليوم. طيب ده برضو طبقه واحده وكيوبويد، يبقى هنسميه سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم. طبقه واحده وكولمز كده، يبقى هنسميه سيمبل كولمنر ابيثيليوم. طب لو هو كان بقى بيتكون من اكتر من طبقه، طبقتين كده واكتر، نسميه ايه؟ نسميه ان هو متعدد الطبقات. طب كلمة متعدد الطبقات بالانجليش معناها ايه؟ معناها stratified. يبقى كلمة stratified دي معناها انه شايفين كام layer، كام طبقة، يبقى ده ايه؟ يبقى ده نسميه stratified. بس شكل الخلايا ايه؟ ده شكلها من الخلايا المفلطحة، الخلايا الفلات. يبقى ده نوع التشفو ده اسمه ايه؟ اسمه stratified squamous epithelium. طب ده مين هيقول لي من غير ما يبص هنا بقى مين ده نسميه ايه؟ ده نسميه ايه؟ هو اكتر من layer والخلايا مكعبات، نسميه ايه؟ يلا غشوا من السلايد وقولوا لي. كيوبويدال. ستراتيفايد كيوبويدال. طب ده نسميه ايه؟ هو كذا طبقه يبقى ستراتيفايد. طب نوع الخلايا، شكل الخليه ايه؟ كولمنر، يبقى ستراتيفايد كولمنر ابيثيليوم. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ لما نبص على ده، لما نبص، انتوا شايفين الماوس اللي انا بحركه ده؟ ايوه. اه دكتوره. طيب حلو. الاول ما نبص على ده كده نفتكره ان هو ايه؟ نفتكره ان هو ستراتيفايد كانه كذا طبقه، بس لما ندقق كده النظر نلاقي ايه؟ ده دي خليه واحده مش كذا لير، ده دي خليه واحده مش كذا لير، وبرده دي ودي وكلهم. بس هو كذاب، بيخدعنا. يعني بيبدو عليه ان هو كذا لير، بس هو اللي مديه الشكل ده انه النيوكلياي بتاعه الخلايا مترتبه كده واحده فوق واحده تحت واحده، فتبدو بشكل كاذب انها استراتيفايد. عشان كده هنا نسميها ايه بقى؟ كلمه كاذب في الطب اسمها سودو، البي دي ما بتتنطقش، يبقى سودو. لما انا اسميه هنا سودو، هو ايه؟ هو شكله استراتيفايد، بس استراتيفايد كذاب، يبقى اسميها سودو استراتيفايد. طب شكل الخليه ايه نفسها؟ كولمنر، يبقى ده اسميه ايه؟ سودو استراتيفايد كولمنر ابيثيليوم. احنا كده فهمنا يا شباب ازاي انه انا بسمي الايه؟ الابيثيليا بتشو. لو كان الابيثيليال تيشو ده يعمل لايننج نسميه اندو جوه سيليوم، اندوثيليوم. لو كان بيعمل لايننج من بره زي البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ميزوثيليوم. لما اجي اعمل انذر كلاسيفيكيشن او تصنيف اخر حسب شكل الخليه، يبقى هسميه ايه؟ حسب شكل الخليه سكويموس كيوبويدال كولامنر. وعلى حسب التشو، هل هو بيتكون التشو ده من وان لير، طبقه واحده كده من الخلايا، اسميه سيمبل. لو كان اكتر من طبقه اسميه ستراتيفايد. لو كان كذاب وبيضحك عليا وبيخدعني اسميه ايه؟ اسميه اللي هو اكتر من طبقه بس كذاب، يبقى سودو ستراتيفايد كولمنر بقى، او سودو ستراتيفايد كيوبويدال، او سودو ستراتيفايد ايه سكويموس، وهكذا. خلاص كده النقطه دي فهمناها. طيب ندخل بقى على ايه؟ على التشو اللي بعد كده، اللي هو ايه؟ الكونكتيف تشو. كلمه كونكت دي بالعربي معناها ايه؟ ضم، متصل، ضم، نسيج الضم. معناها يوصل، يضم، يلم، يجمع، صح؟ فاحنا لما نقول كونكتيف تشو يبقى هو ده اللي كانوا بيقولون عليه زمان النسيج الضام. يبقى كونكتيف تشو ده هو النسيج الضام. طيب لو احنا قلنا نسيج الضام ده موجود فين بقى؟ وظيفته ايه اصلا النسيج الضام ده؟ النسيج الضام ده وظيفته ضام. احنا دايما عارفين ان ايه؟ ان الاتحاد قوه. يبقى معنى كده انه النسيج الضام ده لازم يكون موجود في الاورجانز اللي هي محتاجه تكون فيرم، ناشفه، جامده، قويه. زي ايه بقى؟ زي البون، العظم، زي الكارتليج، الغضاريف. طيب لو احنا جينا قلنا
انه في نوعين مهمين من الكونكتيف تيشو اللي هو ايه، واحنا دلوقتي هخليكم انتوا اللي تكتشفوها لوحدكم، اللي هو اللوز كونكتيف تيشو والدنس كونكتيف تيشو. ده اللوز كونكتيف تيشو وده الدنس كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده عباره عن فايبرز الياف. طيب لو انا قلت ان دي صوره اللوز كونكتيف تيشو ودي صوره الدنس كونكتيف تيشو، مين يقول لي الفرق بينهم ايه؟ انه في سبيس في اللوز كونكتيف. عارفين يا انا هقول بقى للبنات، مش انتوا عارفين انه في الميك اب حاجه اسمها لوس باودر وكومباكت باودر؟ نعم. هي الولاد هتلاقي الولاد دلوقتي مثقفين وعارفين كل حاجه. احنا بنقول ليه اللوس باودر؟ لانها سايبه من بعضها مفرفطه كده، والتانية بنقول عليها دنس او كومباكت. ليه؟ لانها مضغوطه. هو ده بالظبط بالظبط التوصيف بتاع نوعين الكونكتيف تيشو، واحد لوز واحد دنس. طيب التركيب دايما يعني ربنا من حكمته يخلي التركيب يخدم الوظيفه، يبقى معنى كده انه هيبقى مطلوب من اللوز كونكتيف تيشو وظيفه مختلفه عن الدنس كونكتيف تيشو بما انهم مختلفين شويه في التركيبه بتاعتهم. لو انا جيت سالت وقلت انه انا عايز البون تيشو اللي هو النسيج بتاع العظم يكون فيرم وريجيد، العظم عايزها تبقى قاسيه وايه وقويه، تحط فيها دنس كونكتيف تيشو ولا لوز كونكتيف تيشو؟ دنس. حلوة قوي، جميل جميل. يبقى اذا الدنس كونكتيف تيشو الاقيها موجوده فين؟ الاقيها موجوده في الحاجات اللي هي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تعمل سبورت، دعم للايه؟ للاورجان. عايزه ايه؟ تعمل دعم، عايزه تعمل قوه للاورجان، فيرم، عايزينه يبقى قاسي، العظمه تبقى قاسيه وناشفه كده. هيبقى نوع الكونكتيف تيشو اللي هيكون موجود في البون والكارتليج الاسيين دول هو الدنس كونكتيف تيشو. طب لو انا قلت انه في عندي نسيج من الانسجه بيكون بيحتوي على كونكتيف تيشو زي الاديبوز تيشو، لو انا عايزه اخزن برودكت، عايزه اخزن منتج، عايزه احوش حاجه جوه التيشو ده، احط لوز كونكتيف تيشو ولا دنس كونكتيف تيشو؟ لوز. احنا عندنا نسيج بقى يا اولاد اسمه اديبوز تيشو اللي هو النسيج الدهني. هي الدهون دي وظيفتها ايه اصلا؟ الدهون احنا ليه ما بناكل كتير؟ ناكل كتير ورايحين جايين على المطبخ كده وناكل كتير ونتغدى على 5 مرات بننصح ليه؟ علشان الاكل الزياده اللي احنا بناخده اللي هو زايد عن الاكتيفيتي اللي انا بحتاجها في يومي بيتخزن في الاديبوز تيشو ده في ايه؟ في صوره دهون. يبقى انا الاديبوز تيشو احط فيه لوز ولا دنس؟ لوز. يبقى دلوقتي عندي الوظيفة حسب التركيب، او التركيب هو اللي يحدد الوظيفة. لو انا عايز في التيشو ده او في الاورجان ده فيرمنس رفنس، عايزها حاجة جامدة، عايزها حاجة ناشفة، يبقى هنا مكان الدنس زي البون والكارتليج. لو انا عايز سبيس علشان هخزن فيه يبقى ايه؟ يبقى هنا في الحالة دي يبقى ده مكان اللوز كونكتيف تيشو. إذا كان المكان ده، إذا كان المكان ده محتاج فيه ستورج، أنا أخزن فيه، يبقى أنا محتاج حاجة كده فيها براح، فيها سبيسز، يبقى أنا محتاج هنا لوز كونكتيف تيشو. وعلى حسب الكونكتيف تيشو اللي موجود هيبقى الكونسيستنسي بتاع الإيه؟ بتاع التيشو اللي هو الإيه؟ يعني إيه الكونسيستنسي؟ يعني قوام العضو. لو أنا جيت أقول مثلا الفيميل بريست، الفيميل بريست اللي احنا هنعبي فيها بقى لبن والكلام دوت، هحط فيه بقى المفروض انه نوع الكونكتيف تيشو اللي يكون موجود فيها، يعني احنا في خلايا لبنيه وعايزين نخزن. ايه الفرق بين الكونسيستنسي بتاعه الفيميل بريست اللي هو القوام بتاع الفيميل بريست والعظمه؟ العظمه ريجيد، الكونسيستنسي بتاعتها فير، ناشفه، جامده، قاسيه. انما الفات تيشو، الفات تيشو لا، ده ايه؟ ده سوفت، حاجه ناعمه كده، حاجه ايه؟ ناعمه. فهمنا بقى كده؟ يبقى ده ايه؟ ده النوع الثاني من الايه؟ من التيشو اللي هو الايه؟ الكونكتيف تيشو. احنا طبعا كده اتاخرنا على الجروب الثاني، فاحنا ايه هنكمل محاضرتنا، بس هنكتب لهم بوست كده ان المحاضره هناخد مثلا هنبدا على ايه؟ على 11:30. معايا بقى اما احط لهم كمان زيكم بالظبط فاتحين ميتنج مع نفسهم كده.
انا دايما عادي مديه للايه اقول دايما ليس ليس على السنافر حرج خالص يعني. لهم وردة عشان ايه يومهم يبقى جميل. مفيش وردة نحط لهم نرجع نكمل بقى يا شباب معايا. النوع الثالث من الانسجة هو ايه؟ هو المصل تشو. كلمة مصل معناها ايه؟ معناها عفوا قبل البنست الثالث قبل ما نبلش بالنوع الثالث ممكن تغيري الماوس تخليه ليزر عشان أشوف أنت وين بتحكي. هيك ما مبين علي الماوس أنت وين بتحددي. أنا سألتكوا يا أولاد مش أنا سألت قلت إيه. أنت سألت الطلاب عند الصورة على الصورة مبين فقط. طيب خلاص كده تمام أمورك. ميمي شكرا لك. طيب النوع الثالث بقى من الانسجه اللي هو المصل تشو النسيج العضلي. المفروض ان احنا لو انا جيت سالت دلوقتي انت اللي كنت عايز تشغل الماوس قول لي بقى هي ايه انواع العضلات اللي انت تعرفها في جسم الانسان. يلا سريعا سريعا كده. يا دكتوره بتقلب فانك احكي دكتوره. يلا انا عايزه البنات انا عايزه البنات كده يفرفشوا معايا ويبقوا شطار. احكي يا حبيبتي يلا. العضلات الهيكلية وفي عضلات النساء وعضلات القلب. ممتاز برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي والله شكل البنات هتغلبكوا السنة دي خلوا بالكوا. هي ما هم مختبرة حرين في تنافس شديد بين البنات والولاد فانتوا حرين بقى انتوا حرين. دكتورة بنعرف بس في عنصرية تقريبا. نعم صحيح. لازم يكون في عنصرية وتحيز طبعا. لا يا مس نحن دائما واقفين جنب المرأة يا مس عادي خليهم يكون احسن منا مش غلط. لا انتوا كلكم ولادي انتوا انا اصلا بص ليه متحمسة للبنات لانه انا اصلا عندي يعني ولادي ولدين فما عنديش بنات فبعتبر كل البنات بقى دول ولادي وانتوا كمان اخوات ولادي يعني فكلكم حبايبي يعني. احنا اللي هي قالت بقى البنوتة الجميلة اللي احنا اتخانقنا بسببها دهيت ان ايه ان هي قالت لنا العضلات الهيكليه. يلا ترجمه جاست ترانسليشن. العضلات الهيكليه يعني سكليتال ماسل. يلا عضلاتنا الهيكليه بنتحكم فيها ولا ما بنتحكمش فيها؟ ها سريع سريع كده. بنتحكم فيها. كلمه نتحكم معناها عضلات اراديه. في الطب هنسمي العضلات الاراديه فولنتري ماسل وهو ده بس النوع الوحيد من العضلات الفولنتري. اهي شايف كده كلمه فولنتري دي معناها ايه؟ معناها عضلات إرادية معناها أن أنا بتحكم فيها. طيب نيجي بعد كده على عضلة القلب. مين فينا بيتحكم في عضلة القلب؟ مفيش. أنا مش وأنا داخل أنام بقول خلاص أنا داخل أنام مش محتاجة قلبي فاركن شوية. لا ده شغال بدون إرادتنا. يبقى إذن الكاردياك مصر اللي هي عضلة القلب دي involuntary دي غير إرادية أو لا إرادية. طيب النوع التالت من العضلات اللي هي العضلات الملساء. كلمة ملساء في الطب معناها smooth. يبقى smooth muscle دي معناها العضلات الملساء. العضلات الملساء دي اللي هي العضلات الصغيرة اللي بتبقى موجودة في الوول في جدار الشرايين والأوردة الارترز والفينز بتبقى موجودة في اللايننج أو في الوول بتاع السمول انتستين. ومين فينا بيتحكم في شرايينه وأوردته وفي أمعائه الدقيقة؟ ما بنتحكمش فيه. يبقى إذن الكاردياك muscle والsmooth muscle دول involuntary involuntary. طب على حسب شكل الخلايا بقى شكل السيلز شكل النسيج كده الاقي انه الخلايا بتاعه السكليتال ماسل اهي السكليتال ماسل شايفين ايه مترتبه في صوره ايه لايرز كده فنقوم نقول عليها ايه. فاكر احنا قلنا لايرز دي معناها ايه في الطب؟ يلا مين هيقول لي الكلمه؟ طبقه راتيفاي يا ولاد مس ما في صوت
هسه سمعنا صوتك يا دكتور. ستراتيفايد. النت بس كان راح شوي. طيب يبقى انا دلوقتي قلت ايه بقى؟ انا كنت بقول ايه؟ اللاير معنى اللاير معناها ستراتيفايد. خلاص يا شباب خلاص. احنا قلنا ايه دلوقتي حسب ما نيجي نشوف شكل السكليتال ماسل تيشو نلاقي ان السيلز مترتبه في صوره طبقات كده. احنا سمينا كلمه لايرز دي او طبقات هنسميها ايه عندنا في الطب؟ هنسميها سترايتد. مين زيها سترايتد بقى؟ الايه الكاردياك ماسل. نلاقي برضو الكاردياك سيلز مترتبه كده في صوره ايه؟ في صوره لايرز كده. يبقى اذا انا عندي الكاردياك ماسل والسكليتال ماسل سترايتد، يبقى دول ايه النسيج بتاعهم بيبقى سترايتد. لكن السموز ماسل بتبقى ايه؟ بتبقى لا يعني مش مترتبه في لايرز مرتبه زي الكاردياك والماسل، عشان كده نسميها ايه؟ نون سترايتد. يبقى اذا السكليتال ماسل فولانتري وسترايتد، الكاردياك ماسل سترايتد بس ان فولانتري، السموز ماسل اللي ما فيش بقى عندها لا ان لا هي فولانتري ولا هي سترايتد، يبقى نون سترايتد ايه؟ ان فولانتري ايه؟ ان فولانتري سيلز. النوع الرابع بقى من التشو هو النيرفس تشو، النسيج العصبي. النسيج العصبي ده عباره عن ايه؟ البيزك يونت، البيزك يونت اللي بتكون الاعصاب هي الايه؟ النيرف سيل، الخليه العصبيه اللي هي شكلها عامل كده، وانا متاكده ان انتوا شفتوا الشكل ده قبل كده. الخليه العصبيه دي بقى هنسميها ايه؟ الخليه العصبيه عندنا هنسميها نيورون. النيورون دي معناها ايه؟ معناها خليه عصبيه. طب هو بيتكون من ايه النيورون؟ شكله عامل كده اهو، زي ايه؟ فيه كده هنا سيل بودي، ادي جسم الخلية الاساسي اهو، وبعدين فيه عصايا كده طالعة منه هنسميها اكزون، وبعدين فيه شوية زوائد كده طالعة في الاخر بنسميها دندرايتس، الزوائد العصبية. يبقى ده ايه؟ ده شكل ايه؟ ده شكل النيورون. ايه النيورون ده؟ هو البيزك استراكتشورال يونت بتاعت الايه؟ بتاعت النيرفس تيشو. طيب احنا لما هنيجي ناخد الجهاز العصبي هنلاقي ان في الجهاز العصبي المركزي اللي هو عباره عن البرين والسباينال كورد، وفي الجهاز العصبي الطرفي اللي هي عباره عن الاعصاب بقى اللي طالعه من الايه؟ من النخاع الشوكي اللي هو السباينال كورد. سباينال كورد دي معناها النخاع الشوكي. هنلاقي كمان انه الجهاز العصبي المركزي مغلف، لانه حاجه مهمه جدا، هو ده المايسترو بتاع الجسم كله، هنلاقيه مغلف باغلفه كده لحمايته اسمها ايه؟ اسمها النيوروجلاي، عشان تحافظ عليه وتحميه وتعمل له سبورت. يبقى النيوروجلاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكفرنجز اللي بتغطي السنترال نيرفس سيستم. يبقى النيرفس تيشو، النسيج العصبي، الخليه اللي بتكونه مش بنسميها سيل عاديه كده، لا بنسميها نيورون. النيورون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من السيل بودي، بيتكون من الاكسون ومن الدندرايتس اللي هي الزوائد العصبيه. النيورونز او اللي هو الخلايا العصبيه اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي، بتكون لاهميتها الشديده مغلفه باغلفه كده بنسميها الايه؟ بنسميها النيورو ايه؟ نيوروجلاي. احنا كده عملنا تيشوز وعملنا اورجانز، هنبدا بقى نكون ايه الاورجانز دي مع بعض كده علشان تكون لنا الايه؟ تكون لنا السيستمز، الاجهزه المختلفه اللي موجوده في الجسم. ايه الاجهزه اللي احنا هنتعرف عليها واللي هنبدا ان شاء الله من اول المحاضره الجايه هنبدا ناخد كل جهاز وناخد الميديكال تيرم اللي هنتعامل بيها جوه الجهاز ده. هنتكلم عن الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز القلب الوعائي، هنتكلم عن الريسبيراتوري سيستم، انا هشوف يعني هشاور لكم على الاسم كده عشان تبقوا معايا، هنتكلم عن الهيمو بيوتيك سيستم والاميون سيستم اللي هو الجهاز اللي هو الدموي، الاميون سيستم اللي هو جهاز المناعة، هنتكلم عن النيرفس سيستم الجهاز العصبي، هنتكلم عن الجينيتو يورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي التناسلي، وعن الجاسترو انتستاينال سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، عن الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو جهاز القلب الوعائي، عن الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، وعن الاندوكراين سيستم اللي هو جهاز الغدد الصماء، وعن الماسكولوسكليتال سيستم اللي هو الجهاز العضلي الحركي. كل الاجهزه دي بقى مغلفه بغلاف، احنا كلنا كده جسمنا مغلف بغلاف مغطينا كده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الجلد والزوائد الجلديه. بنسميه ايه بقى الجلد ده؟ بنسميه الجهاز الغلافي، الغلاف اللي مغلف كل الجسم. كلمه غلاف باللاتيني اسمها انتيجيومنتم، يبقى اذا الجهاز الغلافي هنسميه انتيجيومنتري سيستم. الجهاز الغلافي هنسميه ايه؟ integumentary system. طيب علماء التشريح انتوا معايا كده يا شباب؟
الدنيا ماشيه معاكوا كده كويس؟ نعم دكتوره معاك. ممتاز ممتاز، برافو عليك وشطار ولادي حبايبي شطار ان شاء الله. هندرس اول باول، هنحل كل مشاكلنا مع بعض ان شاء الله، علشان انا عايزه بقى لما ندخل الميد ان شاء الله كده اللي هو هيبقى في الاسبوع الثامن، عايزين نجيب علامات ترضينا علشان نبقى مرتاحين بقى في الفصل الثاني، ما نبقاش عمالين في على امتحانات الفاينل. وانا زي ما اتفقت انا وانتوا، انا معاكم ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، مش عايزاكم تخافوا ولا تقلقوا ابدا ابدا، انا معاكم لحد ان شاء الله ما كل واحد فيكم، يعني انتوا عارفين المناديب بتاع الدفعات والناس اللي بتساعدكم دلوقتي كلهم كانوا قاعدين قعدتكم كده وكانوا جايين يا دكتوره احنا مش فاهمين حاجه مش عارفين حاجه، معاهم لحد ما هم دلوقتي بقوا اكسبيرتس ما شاء الله عليهم، ومنهم اللي بيعيدوا لكم المحاضرات. وانا اتفقت كمان مع مالك، احنا معانا مالك حميده وسيد الدموع وثالث المناديب محمد، الثلاثه دول انا عايزاكم تستغلوهم اسوأ استغلال، مش احسن استغلال اسوأ استغلال، هم الثلاثه ما شاء الله عليهم نشامه جدا فوق الوصف، مش يعني مش عايزه اقول لكم الثلاثه شخصيات يعني حاجه كده فوق الممتاز. انا مش فاهم حاجه بسالهم، انا ادرس ازاي بسالهم، طبعا انا في الاخر يعني كلكم معايا، بس هم كمان تقدروا تستفيدوا منهم بحكم انهم دايما متواجدين معايا، تقدروا تستفيدوا منهم كويس جدا. مالك انا اتفقت معاه انه اذا اتفقت الدفعه انه في محاضره معينه احنا مش عارفين نفهمها، ممكن مالك حميده يعيدها لكم تاني شرح، يعني يشرح لكم المحاضره، تيجوا كل اسبوع كده في الويك اند ولا حاجه. عايزين محاضره السل، انا مش عارفه هم موجودين معايا ولا لا، مالك وسيد ومحمد. احنا مش في المحاضره دي مثلا احنا عايزين اعاده شرح ليها، فعادي مالك ما بيأثرش ابدا، ولا اسيد ولا محمد ما شاء الله عليهم، هم الثلاثه يعني من خيرة الناس. لو سمحتي دكتورة، وأنا كمان دكتورة موجودة إذا بدهم أي إشي كمان. أنت حلا، أنت لولو. أنا لولو يا دكتورة. أنت لولو. طيب شكرا. البنات لقينا لهم حل، وفي معنا لولو ما شاء الله عليها، بنت ممتازة وقمر. برضو لو احنا مش في اي صعوبه في اي حاجه، يسعد قلبك دكتور، يبقى جايد لينا معانا لو، مش انا بس اللي اقول لولو، هي اسمها حاله. لولو دي انا بس اللي بقولها، محدش يروح يقول لها لولو. خلاص يا شباب، احنا بقى دلوقتي هنخش شويه في علم التشريح حبه كده، نقول ايه لما نيجي نروح ندرس التشريح ان شاء الله اللي هو علم الاناتومي في الفصل الثاني، هيبقى بيهمنا قوي ان احنا نعرف الاستراكشر بتاع العظمه، اللي نعرف النيرفز والارتريز الاعصاب والشرايين والاورده والحاجات دي، بنبدا نعرف ايه مثلا لو جينا نقول احنا عايزين ندرس الاناتومي بتاع شريان معين، نقول هو بيطلع منين، الاوريجين المصدر بتاعه فين، وبيمشي ازاي، ونبدا نعيش احلى عيشه بقى في حاجه اسمها الريليشنز. يعني ايه الريليشنز؟ يعني ايه صلة الشريان ده بكل حاجة حواليه، بكل السراوندنجز اللي بتحيط بيه، مين بيمشي فوقه، مين بيمشي تحته، مين بيمشي على جنبه، مين بيمشي على يمينه. فعشان كده جمع علماء التشريح all over the world قالوا ايه، قالوا احنا هنتفق ان احنا هنقسم الجسم البشري ده بخطوط وهمية، علشان نبدأ نقول ايه مين يمين ومين شمال بناء على ايه، مين فوق ومين تحت بناء على ايه. فقالوا احنا هنقسم الجسم البشري، هنجيب جثة كده ونقطعها تقطيعة وهمية، مش جزارين يعني، بس ببلينز بخطوط وهمية كده هنبدأ نقسم جسم الإنسان ده لنص شمال ونص يمين. طب عايزين نعمل له تقسيمة تانية، نص قدام ونص ورا، طيب تقسيمة تالتة، نص فوق ونص تحت، علشان لما اجي اقول الريليشنز وعلاقات الأعضاء والشرايين والأوردة والأعصاب والأورجانز ببعضها، أقدر أقول مين على شمال مين بالنسبة للخط إيه، مين على يسار مين بالنسبة للخط إيه. فنبدأ ناخدهم واحدة واحدة، وأنا عارفة أن هي دي الكريتيكال بوينت اللي في المحاضرة بتاعت النهاردة، هي دي الحاجة الجديدة اللي احنا هنتعلمها، بس إن شاء الله سهلة. وإذا لأن دي بتبقى حاجة عايزة براكتيكال شوية، يعني عايزة أجيب أنا جثة منكم كده وابدا اقول يلا هنقطعه، شوفوا انتوا مين اكتر حد شرير في الدفعه وهاتهولي علشان نبدا نشرح عليه، هنقطعه نصين شمال ويمين، نصين فوق وتحت، يعني هنعمل معاه احلى واجب يعني. هنيجي نشوف البلينز اللي احنا بنقول عليها اللي هي الخطوط الوهميه اللي اتفق عليها علماء التشريح، نلاقي اول واحد هو الساجيتال بلين. يعني ايه ساجيتال بلين؟
يعني الشخصيه الشريره اللي معانا دي هنعمل فيها ايه؟ هنقسمه بس ايه من قدام لورا. يعني ايه بقى من قدام لورا؟ نشوف الصوره دي كده مع بعض. شايفين البلين ده كده، الخط الوهمي ده كده، احنا هنيجي كده من قدام لورا كده ونقول بسم الله الله اكبر ونقطع لحد تحت. فنتيجه القطع الوهمي اللي احنا عملناه بقى عندي ايه؟ بقى عندي نصين للجسم، نص يمين ونص شمال. انا بتكلم في البلين ده اهو، شايفين الخط اللي انا بشاور عليه ده يا اولاد؟ ده كده انا جيت ايه، مسكت من قدام لورا كده ورحت قاطع جسم البني ادم ده اهو. الحمد لله ان هو راجل عشان تعرف ان انا متحيزه. انا احنا قطعنا الزلمه، سيبنا الفيميل سليمه زي ما هي. فاحنا ايه، فاحنا دلوقتي قطعنا الزلمه ده اهو لايه؟ الناتج بتاع القطع، اسم القطع او الخط الوهمي اللي احنا قطعنا بيه اسمه ساجيتال بلين. اذا الساجيتال بلين ده قسم لي جسم الانسان ده هو لايه؟ لناحيه على اليمين وناحيه على الشمال. يبقى اذا انا عندي اول بلين اللي هو الساجيتال بلين بيعمل ايه؟ ترون لينس وايز فروم فرونت تو باك. انا قطعت من قدام لورا، قلت بسم الله الله اكبر من قدام لورا. فالناتج بتاع تقطيعه الساجيتال بلين دي ان هو اداني نص يمين ونص شمال للجسم. كل نص بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ارم وليج. يعني في الدراع اليمين، الارم اللي هو الدراع اليمين والرجل اليمين بقت في النص اليمين، الدراع الشمال والرجل الشمال بقت في النص الايه؟ في النص الشمال. طب تعالوا ناخد بلين تاني، تقطيعه تانيه بقى. نيجي نقول ايه؟ احنا هنقطع بس المره دي هنقطع من الشمال لليمين. يعني هاجي دي الودن الشمال، من الشمال لليمين او من اليمين للشمال اللي هو البلين ده كده. شايفين انا هاجي كده هو بالسكينه بالمشرط واروح قاطع من اليمين للشمال. فبقى عندي ايه لما انا قطعت خدت ده لتحت كده؟ بقى عندي نص قدام ونص ورا. هنسمي البلين ده ايه بقى؟ هنسميه فرونتال بلين. يبقى هنسميه تاني بلين اهو اسمه الفرونتال بلين. ده بنقطع منين؟ بنقطع فروم سايد تو سايد، من الجنب للجنب التاني. فهيديني ايه؟ نص قدام، النص الامامي والنص الخلفي. طب لو جيت اخد البلين التالت اللي هو ده بقى، شايفين البلين ده؟ يلا قطع وهمي كده للايه؟ للنص من عند الامبلايكس اللي هي السره بتاعت الانسان دي. يبقى اللي هينتج عنه ايه؟ مين هيقول لي بقى الترانسفيرس بلين ده هيديني ايه؟ هيديني النصين هيبقوا ايه؟ مين هيقول بسرعه؟ فوق تعبر ابر ولور، ابر ولور. طيب يبقى انا دلوقتي الساجيتال بلين اداني رايت وليفت. طيب حلو قوي، رايت وليفت سهله، كلنا عارفين اليمين والشمال. طيب الفرونتال بلين اللي هو ده بقى اداني ايه؟ اداني نص امامي ونص خلفي. نيجي بقى في التشريح نقول لك انه عندنا في التشريح كلمه امامي معناها انتيريور او فينترال، كلمه خلفي معناها ايه؟ معناها ايه يا لولو؟ لولو انفيريور. غلط يا كلمة خلفي معناها ايه؟ معناها posterior او dorsal. posterior او dorsal. يبقى انا عندي يمين وشمال اللي نتجوا عن الساجيتال بلين يمين وشمال، ما فيهمش اي حاجة، مين على يمين مين ومين على شمال مين، دي سهلة، يمين وشمال كلنا نعرفها. لكن هنعرف جديد مع بعض انه عندي الفرونتال بلين اللي هو بيقطع لنصين امامي وخلفي. النص الامامي او اي حاجة هتبقى قدام هقول عليها انها anterior او ventral. اللي هيبقى ورا هسميه posterior او dorsal. اتفقنا كده؟ طيب نيجي على الترانسفيرس بلين، هيبقى فوق وتحت. الترانسفيرس بلين اهو عمل لي ايه؟ عمل لي فوق. يبقى اي حاجه فوق هسميها above وبيلو، او اقرب شويه من علم التشريح بقى above دي نسميها superior وتحت نسميها ايه؟ inferior. احنا عارفين انه في بعض الناس لو انتوا بتقروا يعني وبتسمعوا كده في الاذاعات والحاجات يقولوا في ناس عندها ايه؟ عندها عقدة نقص. عقدة نقص بالانجليش معناها ايه؟ معناها يعني ناقص، يعني تحت مش فوق. بنسميها ايه؟ بيسموها ايه بقى بالانجليش؟ inferiority complex. صح؟ عشان كده نفتكر بكلمة inferior. inferior دي معناها تحت، low below. يبقى above معناها ايه عندنا في الطب بقى؟ معناها superior. وتحت below معناها ايه عندنا في الطب؟ inferior. يبقى لما نيجي بقى ايه بعد ما قطعنا الزلمه وجزقناه كده وعبيناه في اكياس، نيجي بقى على الايه، على الفيميل السوفت الفاين الجميله دهيت، ونقول ايه ده قدام بتاعها اسمه ايه؟ انتيريور. طب ورا يبقى اسمه ايه؟ بوستيريور. انتيريور بوستيريور مين البلين اللي بيعملهم؟ وعايز حد يرد بسرعه.
anterior posterior mean frontal plane frontal plane transverse. جميل برافو. طيب نيجي نقول بقى كمان عندي سوبير فوق، الفوق بتاعها ده معناه ايه؟ سوبيريور. معناه ايه سوبيريور؟ او كيفالك، لما هناخد ان شاء الله مع دكتور سمير في السي ان اس كيفالو، دي معناها ايه؟ حاجه قريبه من البرين، يبقى سوبيريور او كيفالك، ناحيه البرين ناحيه الراس فوق. طب تحت نسميها ايه؟ نسميها انفيريور، او ناحيه الرجلين نسميها ايه بقى؟ انفيريور او كودال. كودا اصلا معناها ديل، ومعروف ان الديل بيبقى تحت، يبقى احنا عندنا ايه؟ انتيريور او فنترال معناهم قدام، بوستيريور او دورسال معناهم ورا، سوبيريور او كيفاليك معناهم فوق، انفيريور او كودال معناهم تحت. طب ايه ده بقى؟ ايه البلين اللي بيجي يقطع نص يمين ونص شمال؟ مين هيقول لي بسرعه؟ لا مش لا ممكن اقول اسم تاني على الساجيتال بلين وسميه الميد لاين اوف ذا بودي، اللي هو الخط المحوري او المركزي للجسم. نعم. انا ايه اللي يخليني اقول عليه، استنوا بس، ايه اللي يخليني اقول عليه الخط المركزي او المحوري؟ يعني ليه ما قلتش مثلا الميد لاين على الفرونتال بلين؟ ليه؟ لان الفرونتال بلين قسم لي الجسم بس النصين مش متطابقين، يعني النص الامامي مش نفس الشكل ولا التركيبه بتاعه النص الخلفي. لكن لما يجي الساجيتال بلين يقسم لي ده، يقسم لي بقى النصين دول متطابقين، في هنا ودن يمين في ودن شمال، في ارم يمين في ارم شمال، في ليج يمين في ليج شمال، في ركبه يمين في ركبه شمال. يبقى الساجيتال بلين اقدر اسميه واقول عليه ايه؟ الميد لاين. الميد لاين هو ده الميد لاين بتاع البودي. كل مكان الاستراكشر اللي انا بدور على الريليشنز بتاعته قريب من الميد لاين اسميه ايه؟ اسميه ميديال. كل مكان الاستراكشر، مش عايز حد يتكلم معايا، كل مكان الاستراكشر بعيد بعيد عن الميد لاين او ابعد يعجب فيا صح. وبعدين وبعدين حد يعجب فيا، بعدين عملت لي غار. مين دي؟ مين دي اللي هتجيلي المكتبه شدها من شعرها؟ مين دي؟ هتقولي اسمها. بيان نعم اقفلي المايك احسن حاجه شدك من شعرك. وبعدين لما تكوني في محاضره ما تقعديش تهزري مع ماما، انا هكلم ماما اقول لها بيان بتلعب في المحاضرات. مين بيان هاي؟ خلاص بقى، ان الله حليم ستار، خلاص ما فيش حاجه. ضل في ستار. خلاص يا شباب، يبقى احنا دلوقتي الساجيتال بلين سميناه ايه؟ سميناه الميد لاين. كل ما كنت قريب من الميد لاين بتاعه البودي اللي هو الساجيتال بلين، يبقى هنقول على الحاجه دي ميديال. كل ما كنت بعيد بعيد، شايفين الميد لاين، كل ما بقرب على الميد لاين تبقى الحاجه دي ايه؟ ميديال. كل ما ببعد عن على الميد لاين او عن الساجيتال بلين يبقى ده اسمه ايه؟ لاترال. نيجي نجمع بقى الحاجات ده هي مع بعض كده، نلاقي ايه؟ ادي الدايركشنال تيرم، ادي التيرمز اللي هنقعد نعيد ونزيد فيها لما نروح ان شاء الله في الفصل الثاني، واحنا شطار وناجحين كده في الفصل الاول، اللي هنتعامل بقى بيها في الايه؟ في الجزء الخاص بالريليشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الاناتومي. يلا، مين سوبيريور وانفيريور؟ ده معناها فوق وتحت. مين البلين اللي بيعمل لي سوبيريور وانفيريور؟ ترانسفيرس بلين. انتيريور وبوستيريور، او اللي بيسووهم فينترال ودورسال، يعني انتيريور تساوي فينترال، بوستيريور تساوي دورسال. مين البلين اللي بيعمل لي انتيريور وبوستيريور؟ فرونتال بلين. فرونتال بلين. طيب مش عايز حد يتكلم معايا. ميديال ولاترال، مين البلين؟ ميديال ولاترال يعني ايه؟ يعني قريب من الميد لاين ولا بعيد عن الميد لاين؟ يبقى مين البلين اللي بيعمل لي ميديال ولاترال؟ ساجيتال. الساجيتال بلين او الميد لاين اوف ذا بودي. طيب نيجي نشوف بقى حاجه اسمها ايه. طيب نكمل السهلين، عندنا حاجه اسمها سوبرفيشال وديب. اذا كان الاستراكشر اللي انا بتكلم عنه عايز اشوف ريليشن اقرب للسكن، سوبرفيشال معناها سطحي وديب معناها عميق، كل ما كان اقرب للسكن يبقى دي حاجه سطحيه في الجسم سوبرفيشال، كل ما كان جوه في الجسم ناحيه الاورجانز جوه كده نقول عليه ديب. ويساوي سوبرفيشال وديب في الريليشنز برضو اللي هو البارايتال والفيسرال، يعني كل ما كان الاستراكشر بتاعي ده ناحيه الاوتر وول اوف ذا بودي الجدار الخارجي للجسم اسميه بارايتال، كل ما كان الاورجانز بتاعه الجسم دي احنا بنسميها مش يعني في يعني اورجانز دي
انجليش، لكن احنا بنسميها ايه اللي هي الاعضاء اللي جوه في البطن دي بنسميها فيسرا. الفيسرا دي هي ايه؟ هي الاعضاء اللي جوه في التجويف البطن، يعني اللنج والانتستين والليفر والكلام ده بنسميه فيسرا. كل ما كان الاستراكشر ناحيه الاوتر وول اوف ذا بودي كافيتي نسميه بارايتال، كل ما كان جوه ناحيه الفيسرا نسميه ايه؟ نسميه فيسرال، ناحيه الانترنال اورجانز الاعضاء الداخليه. طيب انفيرجن وايفيرجن، انفيرجن لجوه، ايفيرجن لبره. ايه انفيرجن وايفيرجن دي؟ يعني احيانا لما هنيجي ناخد كورس بتاع نيرف، كورس يعني ايه؟ يعني الطريق اللي هو ماشي فيه، احيانا نلاقي ايه الكورس البتاع ده النيرف ماشي بيلف كده فوق، بيلف ناحيه جوه الحاجه. طب بيلف من ناحيه بره، لو بيلف لجوه يبقى اسمه انفيرجن. لو الاستراكشر اللي انا ماشي معاه دوت لقيته لف لجوه، يعني دخل جوه عضله مثلا، يبقى اسمي ده ايه؟ انفيرجن. لو هيخرج منها يبقى اسميه ايفيرجن. يبقى تيرنينج انورد بيلف لجوه معناها انفيرجن، ان معناها فيه يعني، ايفيرجن معناها تيرنينج اوتورد. طب احنا عندنا حاجتين بقى ما قلناهمش اللي هم بروكسيمال وديستال. ايه بروكسيمال وديستال ده؟ لو انا بتكلم عن استراكشر ليه اوريجين، ليه بدايه، يعني مثلا على الارم كده، شايفين الارم دي؟ الارم دي عباره عن برانش من الجسم، عباره عن فرع كده طالع من الجسم. يعني المين بودي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الترانك ده اللي هو الجذع ده والايه، هو ده الجسم الاساسي. لكن نعتبر ايه؟ هو عباره عن الراس والرقبه والترانك، الجذع اللي هو الصدر والابدو من البطن دي. طيب اذا كان بقى دول برانشات، نعتبرهم دول فروع خارجين كده، الفرع اللي خارج ده فين الاوريجين بتاعه؟ فين المخرج بتاعه؟ من هنا، صح؟ يبقى ده المخرج بتاع الارم اهو. كل ما كان الاستراكشر بتاعي قريب على المنبع بتاع البرانش اسميه بروكسيمال، كل ما كان بعيد اسميه ايه؟ اسميه ديستال. يبقى اذا بروكسيمال وديستال معناها قريب ولا بعيد من الاوريجين. اوريجين معناها ايه؟ كلمة أوريجين دي معناها بالعربي إيه؟ معناها منبع، مخرج، يعني كده. المخرج بتاع الأرم ده منين أهو؟ يبقى معنى كده إنه الإلبو جوينت اللي هو الكوع ده، لو أنا جيت مثلاً أقول إيه علاقة الكوع بالهاند دي؟ الكوع هو اللي هو الإلبو جوينت بالهاند. الكوع ده قريب لإيه؟ للمنبع بتاع الإيد، للأوريجين بتاع الإيد، يبقى ده بروكسيمال. طب الهاند لأ، ده دي بعيدة قوي عن المنبع، أبعد منه، يبقى سمي الهاند دي ايه؟ ديستال. خلاص كده يا شباب، يبقى بروكسيمال وديستال حسب القرب والبعد من الاوريجين بتاع البرانش ده طالع منين. فاحنا كده عرفنا سوبيريور وانفيريور، عرفنا انتيريور وبوستيريور، عرفنا ميديال ولاترال، عرفنا بروكسيمال وديستال، انفيرجن وايفيرجن، برايتال وايه؟ وفيسرال. دي الحاجه اللي هي تبقى يعني شويه هتغلبكم شويه على ما تركزوا فيها، بس زي ما احنا قلنا معنا مالك وسيد ومحمد ولولو، دول الأربعة بنبدأ نروح نقول لهم إيه؟ فهمونا. مش فاهمين والله أنا ما عنديش مانع، نروح واقفين كلنا في الحديقة بتاعت الكلية وأجيب جثة كده منكم ونشرح عليها الإيه، إزاي إن أنا بعمل ريليشنز وإزاي البلينز والكلام ده. أو ممكن نخليها الأسبوع الجاي إن شاء الله لما نحضر اللابات بتاعتنا، ما نحضر لاباتنا في البايوكيم، ممكن ناخد 5 دقايق كده في كل لاب نروح قايلين الكلام ده بس مباشر كده. طيب احنا عندنا الجسم بتاعنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن كافيتيز، والكافيتيز دي اوكيوبايد باورجانز، في تجاويف جوه الجسم بتاعنا. ايه هي البودي كافيتيز؟ التجاويف اللي موجوده عندنا. في تجويف الصدر اللي احنا هنسميه ثوراسيك كافيتي، وده اوكيوبايد. مين اللي ساكن في الثوراسيك كافيتي؟ اللونج. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا تجويف البطن. مين اللي البطن بالطب اسمها ابدومين، اسمها ايه؟ ابدومين. مين اللي ساكن جوه التجويف ده؟ مين اللي بيشغل هذا التجويف؟ الايه؟ الاعضاء بتاعه الجهاز الهضمي اللي هي السمول انتستين، الامعاء الدقيقه والليفر والكلام ده. عندنا كمان تجويف تحت كده اللي هو تجويف الحوض، حوض في الطب اسمها بلفس، يبقى ده نسميه بلفيك كافيتي. يبقى انا عندي هنا ده ثوراسيك كافيتي، تجويف الصدر، ابدومينال كافيتي، تجويف البطن، والبلفيك كافيتي. دول بقى دول قدام ولا ورا بالنسبه للجسم كده؟ الثوراسيك كافيتي، الثوراسيك والابدومينال والبلفيك كافيتي دول ناحيه قدام اهم. ليه بقى؟ عشان كده هنسميهم فينترال كافيتيز او انتيريور كافيتيز. طيب عندنا في تجاويف تانية، في عندنا في السكال بتاعتنا اللي هي الجمجمه بتاعتنا دي،
فيها ايه؟ فيها تجويف اسمه ايه بقى؟ اسمه كرينيال كافيتي اللي هو التجويف المخ. مين اللي ساكن جوه تجويف المخ؟ المخ. طيب في كمان تجويف كافيتي اللي هو ايه؟ اللي هو السباينال كافيتي. احنا لو شفنا شكل الفيرتبري اللي هي الفيرتبري دي معناها ايه؟ معناها الفقرات بتاعه ظهرنا كده، نلاقي كل فقره فيها خرم، كل فقره فيها خرم. لما يجي يترص الفقرات دي على بعضها نلاقي خرم على خرم على خرم، عملوا لنا كانال او قناه. بيبقى مين اللي بيسكن جوه القناه التجويف ده اللي احنا هنسميه سباينال كافيتي؟ السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي. دول فين بقى مكانهم بالنسبه لدول ايه؟ دول ايه؟ دول دورسال كافيتي او بوستيريور كافيتي. اذا انا عندي فينترال كافيتيز ودورسال كافيتيز. الفينترال كافيتيز هما الثوراسيك الصدر والابدومين البطن والبلفس الحوض، والدورسال كافيتيز او البوستيريور كافيتيز هما الكرينيال كافيتي المخ والسباينال كافيتي اللي هما ايه؟ اللي هو تجويف اللي بيبقى فيه النخاع الشوكي. بيان برضو تاني. شكلك يا بيان عايزه تتضربي. لا مش بيان. مين تاني اللي هتتضرب مع بيان؟ عرفوا لي اسم اللي بتتكلم دي مين هي؟ عبد الله. عبد الله قاعد مع ماما بتحضر المحاضره. يلا في النهايه اضطريت ان انا اعمل لكم معامله الايه الكي جي 1 فعلا. احنا عايزين نعرف وقت المحاضره الثانيه جه. لما نيجي نلاقي جراح بيعمل جراحة مثلا عايز يشيل الزائدة الدودية، ليه بيفتح في المكان ده؟ يعني ليه ما بيفتحش في مكان تاني مثلا؟ لان هندرس في التشريح حاجة اسمها سيرفس اناتومي، يعني انه انا كل جزء من الجلد كده من برة ابقى عارف ايه الستراكشرز الاعضاء او الاجزاء من الجسم اللي موجودة جوه، الحاجات اللي جوه دي اسمها ايه. هنيجي لازم نعرف التقسيمة بتاعت الايه؟ بتاعت البطن. البطن والفوق دي عايزين نعرف التقسيمة بتاعتها. عندي الابدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي كده بنقسمهم الى 9 ريجونز، الى 9 ريجونز. كل ريجون المفروض ان هو بيبقى موجود في يعني الاريا دي من الابدومين كده دي موجود فيها، موجود وراها ايه؟ موجود وراها حاجات معينه. لما نيجي نشوف بقى السنتر بتاعهم، احنا عندنا هنا في نص جسمنا حاجه اسمها الامبلايكس، اللي هي ايه الامبلايكس ديت؟ اللي هي السره. عشان كده هنسمي الريجون بتاعتها هنسميها امبلايكال ريجون. طيب فوق الامبلايكال ريجون هنلاقي الجزء بتاع الايه؟ اللي هو نهايه المعده. المعده لما نيجي نشوف المعده، لما ناخد ان شاء الله في الدايجستيف سيستم هنلاقي، لو انا عايزه اتكلم عن المعده هقول جاسترو. فهنا دي المنطقه اللي هي فيها ايه؟ فيها جزء من المعده هنسميها ايبيجاستريك ريجون. طيب تحت الامبلايكال ريجون هلاقي ايه؟ هلاقي الهايبو. كلمه هايبو معناها تحت، يبقى هسميها ايه؟ هايبو جاستريك ريجون. اذا الحته بتاعه السنتر دي هيبقى في النص هنا امبلايكال ريجون، هيبقى فوق هنا ايبيجاستريك ريجون، وتحت هنا هايبو جاستريك ريجون. طب نيجي نشوف هنا الناحيه الشمال، يبقى كلهم هيبداوا بكلمه ليفت ليفت ليفت. هنا دول ايه؟ دول الضلوع. وكلمه ضلوع المقطع اللي احنا عشان اتكلم عن الضلوع اسمها كوندرو. هنا الايه؟ هنا ايه ده؟ المنطقة اللي تحت الضلوع اللي على الشمال، يبقى سميها ايه؟ احنا قلنا تحت معناها هايبو، يبقى هايبو كوندرم. هايبو كوندرم بس اللي على الشمال، يبقى سميها ليفت هايبو كوندريم ريجون، اللي هي المنطقة الموجودة تحت الضلوع على الشمال. وبالتالي هنا هيبقى اسمها ايه؟ المنطقة اللي موجودة تحت الضلوع على اليمين، يبقى اسمها رايت هايبو كوندريم ريجون. طيب نيجي هنا نلاقي فيه ايه؟ الجزء من الفقرات اللي هي بتاعت ظهرنا دي اللي موجودة هنا اسمها لامبر فيرتبري. كلمة فيرتبري معناها فقرات، يبقى الفيرتبري اللي هنا اسمها لامبر. عشان كده نسمي المنطقة دي لامبر ريجون بس اللي على الشمال، يبقى اسميها ليفت لامبر ريجون. اسمي المنطقة اللي هنا دي الريجون اللي هنا دي اسميها ايه؟ لامبر ريجون بس اللي على اليمين، يبقى رايت لامبر ريجون. طيب هنيجي نلاقي هنا بقى منطقة ايه اللي بنسميها منطقة العينة. منطقة العينة هنا دي ايه؟ العينة دي معناها انجواينم، بالطب اسمها انجواينم، بس احنا عندنا على اليمين وعلى الشمال، يبقى ايه؟
يبقى عندي او في هنا كده العظمه اللي بتبقى بارزه عندنا دي هنا كده الكريست اللي هنا ده اسمه ايلياك. ايه ايلياك كريست هناخده ان شاء الله في الاناتومي. يبقى الريجون دي انا اسميها ايه؟ الانجوينال او الايلياك ريجون بس اللي على الشمال، يبقى ليفت انجوينال ايه ريجون. اللي يقابلها الناحيه الثانيه الرايت انجوينال ريجون او الرايت ايلياك ريجون. احنا بنعرف الكلام ده ليه بقى؟ وهو ده المطلوب بس اللي احنا نعرفه، نعرف التقسيمه دي. يعني السلايد اللي هنا دي مش مطلوب ان احنا نعرفها ليه بقى؟ دي يعني المفروض ان هنا ايه الرايت هايبوكوندريم ريجون بتحتوي على ايه الرايت هايبوكوندريم ريجون. يعني انا لو حطيت ايدي على الرايت هايبوكوندريم ريجون دي فيها ايه؟ هنا الرايت هايبوكوندريم ريجون دي هنا فيها ايه؟ يعني العيان لما يجي يقول لي انا عندي بين في الحته دي، فانا ابدا اشك في ايه ممكن يكون فيه مشكله وابدا ادور له على سبب، اعرف ايه اللي موجود في المنطقه دي اللي ممكن يسبب الم للبيشنت او للمريض بتاعنا في المنطقه دي. نلاقي انه الرايت هايبوكوندريم ريجون دي فيها ايه؟ فيها الليفر كبد، فيها الرايت كيدني الكليه اليمين، وفيها جزء من الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. يبقى اذا البيشنت لما يجي يشتكي لي من بين في الرايت هايبوكوندريم ريجون، انا اشك ان هو عنده مشكله في الليفر، فبعته المعمل المختبر يعمل مثلا ليفر فانكشن تيست وظائف الكبد، ابعته المعمل يبعت يعمل لي وظائف كلى رينال فانكشن تيست او الكيدني فانكشن تيست، وابدا اعمل له مثلا ممكن اعمل له الترا ساوند علشان اشوف حاله الليفر والكيدني والدايفرام. طيب لو كان مثلا عندنا حد ايه، حد جاي يشتكي لي، المريض جاي يشتكي لي من الامبلايكال ريجون، بين عنده، في بين عنده في الامبلايكال ريجون اللي هي المنطقه بتاعه السره دي، وايه اللي موجود فيها عشان انا ابدا لما البيشنت يجي يشتكي لي من بين في الامبلايكال ريجون نلاقي ايه اللي موجود في الامبلايكال ريجون. نلاقي جزء من السمول واللارج انتستين وجزء صغير كده من الليفت كيدني. فاذا انا لما يجي عيان او مريض بيشتكي لي من بين في الامبلايكال ريجون، انا هكون عرفت وحفظت انه هو عنده في المنطقه دي السمول انتستين، يبقى انا اعتقد او اظن او اشك ان هو عنده مشكله في الامبلايكال ريجون او في اللارج اسمها ايه، في السمول انتستين او في اللارج انتستين اللي هي الايه الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، او ممكن يكون عنده مشكله في الليفت كيدني وهكذا. انا مش عايزه ارهقه لان انتوا الكلام ده هتقعدوا تعيدوا وتزيدوا فيه في الاناتومي، ان انا ابدا احفظ كل ريجون موجود فيها ايه. انا مش مطلوب مني، انت مش بتدرس عندي اناتومي، انت بتدرس تيرم انه المكان ده بس اسميه ايه. التفاصيل دي مش مطالبين بيها في محاضرة الترمينولوجي، دي هتحفظوها وتعرفوها وتعيدوها وتزيدوها في محاضرات الاناتومي. علشان كده السلايد دي جاست ان احنا نعرف الريجونز بالتقسيمة بتاعتنا بالشكل ده كده. دي بتقول لنا بس ان احنا بنقسم التجويف بتاع البطن والحوض الى 4 كوادرنت. كوادرنت معناها ربع، في الربعين اللي فوق هيتقسموا لواحد لربع فوق على اليمين وربع فوق على الشمال، يبقى رايت ابر كوادرنت وليفت ابر كوادرنت، والربعين اللي تحت اللور كوادرنت هيبقى برضو في واحد منهم يمين هنسميه رايت لور كوادرنت، وواحد على الشمال اسمه ليفت لور كوادرنت. طيب في موضوع الريليشنز بقى ده بتوع الاناتومي قالوا ايه؟ واحنا لما نيجي نشوف ريليشنز، يعني انا ابدا اشوف الريليشنز دي هل هي حاجه ثابته؟ لا ده مش حاجه ثابته. يعني لو انا نايم هيبقى في حاجات فوق وحاجات تحت، صح؟ لو انا نايم كده، لو انا نايم فلات على التخت بتاعي كده، فانا اجي اقول ان الارتري ده فوق وده تحت. طب لما اجي اقوم اقف بقى اللي كان فوق بقى قدام واللي كان تحت بقى ورا. فعشان كده علماء التشريح all over the world اتفقوا على وضعيه معينه هي اسمها الوضعيه التشريحيه، علشان انا اشوف الريليشنز بتاعه كل اورجان او كل ستراكشر حسب الحاجات اللي ايه اللي محيطه بيه، سميناها الاناتوميكال بوزيشن. ايه بقى شكل الاناتوميكال بوزيشن ده؟ هو الشكل اللي زي ما احنا شايفين كده بالظبط، يعني دي نطبعها في دماغنا كده ونبدا نوصفها. هو شكله ايه الزلمه بقى اللي واقف معضل علينا دوت؟ ده ايه البوزي بتاعه؟ اريكت، يعني واقف منصوب كده، ما هوش واقف مميل لقدام ولا لورا ولا للجنب ولا للشمال ولا لليمين، واقف عدل كده، واقف كده زي ما احنا بنيجي نحيي العلم كده او نعمل النشيد الوطني بتاعنا، بنقف كده، لازم نقف اريكت كده. طيب وبعدين لازم تكون الايز تكون لوكينج فورورد، يعني يكون باصص قدامه، لا هو باصص فوق ولا تحت ولا شمال ولا شمال ولا يمين. تكون الابر ليمبس اللي هم دول الاطراف العلويه بتاعته هانج تو ذا سايد، يعني يكونوا جنبه، لا هو تنيهم ولا مديتهم لقدام ولا مرجعهم لورا ولا فاردهم هيصير عصفوره ولا حاجه، يكونوا بالوضع ده كده. ولازم
البالم، البالم ده اللي هو الراحة بتاعت الإيد دي، الكف بتاع الإيد اللي هو بيبقى فيه الواحد وتمانين والتمنتاشر دول يكونوا facing forward، ودي ناخد بالنا منها جدا جدا جدا، لأنها دي مصيدة بتوقعنا في الغلط في بعض الأسئلة، إنه لازم البالم دي اللي هي البالم دي اللي هي البالم اللي الراحة بتاعت إيدنا اللي هو بطن إيدنا الناعم اللي ما بيبقاش فيه شعر، ده لازم يكون directing forward يعني ناحية الانتيريور والفنترال مش ورا. وكمان التوز اللي هو صوابع رجلينا دي تكون straight ahead يعني ايه معدولة، الاتنين متوازيين مش واحدة مايلة كده شمال شوية ولا واحدة طالعة لبرة ولا واحدة داخلة لجوه. الوصف اللي احنا بنحطه ده هو ده اسمه ايه الاناتوميكال بوزيشن، يعني انا لازم احط البيشنت بتاعي او الشخص بتاعي ده في الاناتوميكال بوزيشن علشان ابدا ادرس الريليشن عليه، ابدا اقول مين شمال مين ومين يمين مين، ده ايه ده لازم يكون ايه، لازم انا اكون حاطط البودي في الاناتوميكال بوزيشن. طب الاناتوميكال بوزيشن ده ممكن يكون ايه، مش لازم بقى مش هتفرق معايا اذا كان هو واقف او ايه او نايم، لا عادي، بس هو لازم ياخد الوضعيه دي سواء كان واقف او نايم. اخر حاجه بقى ان احنا هناخد other positions. الاناتوميكال بوزيشن ده الوضع التشريحي اللي احنا هندرس عليه علم الاناتومي، لكن في بعض البوزيشنز الثانيه اللي هنعرفها دي مش اوضاع تشريحيه، لا دي اوضاع مثلا لجراحات معينه، يعني الجراح عايز يعمل جراحه معينه فلازم يحط البيشنت بتاعه في وضع معين عشان يعرف يعمل له الجراحه، او تكون للبوست اوبراتيف كير يعني البيشنت ده عمل جراحه معينه وبعدين عمل ايه، وبعدين لازم البيشنت ينام بوضع معين علشان الهيلينج بتاع الوند يكون احسن، علشان الدرينج بتاع الافرازات اللي بتحصل بعد العمليه يكون احسن. هنعرف عندنا بس مطلوب نعرف الفاولرز بوزيشن ونحفظ الشكل عشان نبقى عارفين هو وصفه ازاي. هو انه العيان او المريض بتاعنا بيكون نايم، بس الهيد اوف ذا بيد اللي هو الراس بتاعه التخت بتاعته تكون ريزد يعني ايه مرفوعه لفوق زي ما احنا شايفين كده. في عندنا بوزيشن تاني اسمه تريند لينبرج بوزيشن، انه البيشنت بتاعي ينام فلات ونايم مسطح كده على التخت، ولكن الهيد اوف ذا بيد ما تكونش لفوق، لا ده تكون لتحت، يعني يكون راسه مستواها اقل، مستواها في اقل في المستوى من الليجز بتاعته. العكس بتاعه كلمه عكس معناها ريفرس، يبقى العكس بتاعه هنسمي البوزيشن اسمه ايه ريفرس تريند لينبرج بوزيشن. معناها ايه؟ معناها انه البيشنت بيكون نايم فلات، ولكن ايه الهيد بتاعته يكون مستواها اعلى من مستوى بقيه البودي، يبقى هنسميه ايه تريندلينبرج بوزيشن. الحاجات دي بقى هنستخدمها لما نروح الجراحه ان شاء الله ونبقى دكاتره شطار كده، يبقى عارفين انه في بعض العمليات لازم نعمل بعض يعني في العمليه في الجراحه او بعد الجراحه لازم العيان ياخد الفاولر بوزيشن، في بعض الجراحات او البوست اوبراتيف كير ياخد تريندلينبرج بوزيشن او ريفرس تريندلينبرج بوزيشن. بتوع النسائيه متعارف عندهم البوزيشن ده اسمه اللايسوتومي بوزيشن، هو وضع الايه فحص النسائيه او وضع الايه وضع الليبر الولاده، ده بنسميه ايه بقى لايسوتومي بوزيشن. شكل المريضه بتبقى عامله ازاي؟ هي نايمه فلات على ظهرها، هي نايمه فلات على ظهرها على الباك، والمفصل الفخذ بتاعها اللي احنا بنسميه في الطب هيب جوينت فليكسد. يعني ايه فليكسد؟ يعني واخد زاويه، بس واخد زاويه 90 درجه، يعني شايفين ادي الفخذ بتاعها الهيب جوينت بتاعها اهو، ده اللي هو المفصل الفخذ اهو عامل زاويه كام مع بقيه الجسم 90 درجه. وكمان الني جوينت، الني جوينت اللي هو مفصل اللي اسمها ايه الني جي الركبه عامل برده ايه واحد وضع الفليكشن متني يعني في انحناء كده برده 90 درجه مع الايه مع الفخذ بتاعها، ده ايه ده اسمه ايه ده اسمه لايسوتومي بوزيشن. في بقى وضع سوباين وبرون، دول الاثنين عكس بعض. لو هو نايم فلات على ظهره خالص فارد جسمه تماما كده بس نايم على ظهره نسميه سوباين بوزيشن، لو هو نايم فلات بس على وشه يبقى نسميه ايه برون بوزيشن، برون بوزيشن. بس كده تبقى خلصت الايه المحاضره بتاعتنا. يبقى افتح لكم بقكم انا مفتوح، ده انتوا بقكم مفتوح. طب ده انتوا مؤدبين، ده انا فاكره ان انتوا ساكتين عشان انا قفلت بقكم. طيب علشان ما نتاخرش، علشان انا كده اخرت المحاضره الثانيه دلوقتي، احنا خدنا تقريبا ساعه الا ربع من محاضرتهم، ادرسوا المحاضره واقروا
وأنا موجودة طول الأسبوع. أي حد عنده أي مشكلة في المحاضرة أنا موجودة طول الأسبوع، طول الأسبوع يعني من يوم الحد ليوم الخميس. يعني أنا بفتح الصبح الدكان بتاعي، مكتب بتاعي، وأرش مية قدامه كده وأقعد أستنيك وبقى مين عايز يسأل، مين عنده مشكلة، مين دكتورة مين ممكن أسأل، أطبطب عليه. ما بتقصر والله دكتورة، يعطيك العافيه. السنافر دول انتوا ولادي، انتوا بتتكلمنا بس ان الله لما ايه لما وصلكم لبر الامان كده في سنه تانية. خلاص فدلوقتي مش هنقدر اجاوب اي اسئله ولا اي حاجه، عشان المجموعه بي دايما 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 يعني المجموعه بي دي عامله زي ال زي الايه زي البيبي رقم 2 كده. يعني انتوا المجموعه ايه دي البيبي رقم 1 اللي تاخد كل الدلع ونقعد نعمل عليهم ونجي لهم في ميعادنا، لكن دايما بي يعني زي ايه زي الابن الوسطاني المظلوم كده. فعشان ما نظلمهمش اكتر من كده خلوا اي حد عنده سؤال، وبعدين الاسئله هتكتر كمان لما ندرس بقى، لما ادرس واقرا ولا ادرس. بس كنت عندي امتحان في المحاضره، متى نبلش تشريح يا دكتوره؟ يعني تجيب وجهتك قدامنا هون الايه تشريح تشريح، ما بدنا نتفرج.